أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المغرب ينتخب. ضيفي لهذا اليوم هو الكاتب الجهوي لحزب الاستقلال بجهاز طنجة تطوان الحسيمة ووكيل لائحة الحزب بمقاطعة السواني. سي عبد السلام 40، مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أشكر إذاعة زوم 7 تي في، حقا أول مرة كنسمع على هذه الإذاعة، وأنا فخور أنه في طنجة تواجد واحد الإذاعة في حال هذه الإذاعة ديال زوم 7 تي في اللي غتعطي واحد نظرة شمولية للساكنة ديال طنجة وتغطية الحملة الانتخابية ديال الجماعات والجهة والمقاطعات، وأنا فخور متواجد في هذه القناة. سي عبد السلام، بعد غياب دام 12 سنة عن الساحة السياسية بمدينة طنجة تعود اليوم في انتخابات 2015، أش رجعك للسياسة سي عبد السلام 40؟ والحقيقة أن الغياب ديالي هو جاء عن الإرهاق ديال العمل، لأن لمدة ولايتين وأنا رئيس جماعة الشرف السواني وكذلك رئيس المجموعة الحضرية وبرلماني ورئيس اتحاد طنجة في الوقت واحد ما يناهز 12 سنة، والحمد لله أعطينا الشيء الكثير للساكنة والمدينة، وكنا كنشتغلوا بكل تفانٍ في هذه المنطقة، والساكنة ديال طنجة كتعرف شكون هو عبد السلام 40 في الميادين الرياضية في الميادين السياسية. ولكن انقطعت منذ 2003 فحال اللي قلت الإرهاق، وكذلك أن الطريقة ديال العمل كيخص يكون تضافر الجميع. الحمد لله رجعنا بكل ثقة للمواطنين، وعبد السلام 40 ماشي غريب عن الساكنة ديال طنجة، البصمات ديالنا الحمد لله متواجدة، ولكن هذا أتحمل المسؤولية بأنني وجدت الساحة مختلفة عن السابق. هناك من تقدم إلى هذه الانتخابات وهو متواجد الآن في الساحة، وهو عنده مثلا مسؤولية في التسيير، ولكن غاب كما غبت أنا، ولا وما عنديش مثلا مسؤولية، ولكن هادو كاين واحد العدد كبير اللي عندهم مسؤولية ولكن غابوا على الساحة وغابوا عن المواطنين، وحتى والهواتف ديالهم تغيرت. طيب كما جاء في خطاب صاحب الجلالة، وأن خطاب صاحب الجلالة الله ينصره كأنه يعيش معنا في الحملة الانتخابية، وركز على المواضيع الحقيقية اللي كتأكد. طيب لائحتكم سي عبد السلام 40 نزلت بها في المقاطعة ديال السواني، كيف كتقروها مع بقية اللوائح ديال الأحزاب المنافسة؟ اللائحة ديالنا ديال حزب الاستقلال في مقاطعة السواني هي مبنية أولا على التمثيلية ديال المناطق ديال المقاطعة، فأننا حنايا لأن بتجربتي لا يمكن أن مثلا نوضع واحد اللائحة اللي هما ناس غرباء عن المقاطعة، جل المتواجدين في اللائحة سواء كانوا نساء أو رجال كلهم يمثلون مناطق من المناطق ديال مقاطعة السواني. واش كاين شي وجوه جديدة في اللائحة ديالكم؟ من طبيعة الحال هناك وجوه جديدة، هناك أطر، هناك محامون، هناك محاسبين، هناك رجال أعمال، هناك مهندسون الحمد لله، هناك الطاقم الأغلبية من الطاقم الشابة اللي كنفتخروا من هذه اللائحة، وهذا بشهادة الساكنة. طيب بقية اللوائح ديال حزب الاستقلال في المدينة ديال طنجة كيف كتشوفوها مقارنة كذلك مع بقية الأحزاب؟ واش عندكم حظوظ بأنكم بهذه اللوائح تحققوا نتائج؟ باقي اللوائح الموجودة في مقاطعة أخرى كمقاطعة المدينة كذلك لائحة متميزة، لائحة مبنية على إرادة أولا الحزب، لأن في هذا أثناء دراسة أعضاء المترشحين في جميع اللوائح كانت هناك معايير
معايير حزبية. المعايير التي أغضبت العديد من المناضلين ورحلوا عن الحزب. أنا أؤكد بأن الحزب الوحيد اللي استطاع أن يضع الأعضاء المتواجد في اللوح بدون جلب مناضل الأحزاب الأخرى كما وقع في جميع اللوائح بدون استثناء، بدون استثناء جميع المقاطعات مناضلين من حزب انتقلوا في صباح وفي المساء أصبحوا يمثلون أحزاب أخرى، وهذا ما نستنكره كحزب استقلال. طيب وكذلك حزب استقلال فقد أطر اللي اشتغلت في الحزب مدة عدة سنوات، ولكن وللأسف الأحزاب مثلا جلبوهم وغروهم وكان شاهدهم الآن في لوائح أخرى، وهذا يشوه شيئا ما من الحق السياسي والأحزاب. طيب شنو البرنامج ديالكم سي حسن 40؟ البرنامج ديالنا هو كاين باثق من الشعب. أولا حزب استقلال دائما مع الشعب في الدفاع عن القضايا العادية والمصيرة للوطن، هذا عنوان. كذلك حزب استقلال مع الشعب لأن الشعب هو مبتدأ ومنتهى كل برامج الحزب، أن انطلاقة من البداية إلى النهاية هو منبثق هذه البرامج من الحزب من الشعب. كذلك لأن السيادة الشرعية تأتي دائما، حنايا كمجلس الوطني مؤتمرات دائما نستشار الحمد لله. القيادة. لكن هذه شعارات كبيرة وفضفضة المواطن صعيب أنه يفهمها، حاش ما عطيتوش الشعارات اللي يمكن تلبس بها المواطن؟ لا دابا هذه كنقول لك أنا غير كنقول لك العناوين كيفاش خدينا عاد نجي لك أنا باقي هذا مدخل ليس ببرنامج. فيما يتعلق البرنامج هو أن أولا حنا غادي ناخذوا واحد، لأن كاين واحد المسؤولية لمدة ست سنوات. قلنا اولا التحديات التي تواجه الجماعات الترابيه خلال السنوات السته المقبله كتمثل بالنسبه للحزب ديالنا تحدي الحكامه الترابيه عبر اولا تخليق تدبير الشان المحلي وتعزيز شفافيه المجالس المنتخبه وتفعيل منظور الدستور الجديد. نخوف هذه النقطه هذه ديال تخليق الحكامه ديال تدبير الشان العام المحلي، هذه النقطه واش كتشوفوها مفقوده في هذه المراحل اللي دازوا ام ان هناك تحسن في المجالس تسيير المجالس؟ ابدا تفقدت واحد النسبه كبيره، لان هذا شهادات ديال المتتبعين وشهادات ديال الناخبين ماشي شهاده ديالي انا، قد غبت عن الساحه، ولكن ما يقال في الشوارع وما يقال في التجمعات. واش حزب الاستقلال عنده عصا سحريه يمكن انه يبدل الوجه ديال طنجه ببرنامج قوي ممكن انه لا يمكن لاي حزب ان يبدل وجه اي مدينه؟ لان اولا النمط الاقتراع لا يمكن ولا يسمح أن يكون حزب يمكن أن ينفذ برنامجه، لأن لا بد من التحالفات، والتحالفات بعض الأحيان كيكون فيها بعض المشاكل، ولكن إذا كانت هناك توافر الجهود والكل جل إن شاء الله الأحزاب اللي غادي يفوزوا لا كانت هناك نية حسنة إرادة قوية تماشي مع الخطاب صاحب الجلالة غادي يكون تغيير وغادي يتغير وجه مدينة طنجة. طيب اشنو المرتبة اللي يمكن تحققها في هذه الانتخابات؟ بالنسبة لحزب الاستقلال على الطريقة اللي كنشتغلوا بها وعلى الطريقة اللي اشتغلنا بها هذه سنة، اعتقد ان نكونوا اما الاولين او الثانيين. اقرب الاحزاب تحالفا معكم؟ احنا بالنسبة للتعليمات القيادة الحزب أننا فيما يتعلق تدبير الشأن المحلي سنتحالف مع الأحزاب التي تريد أن تشتغل في النطاق المصلحة العامة والمصلحة ديال المدينة، ولا نتحالف مع الأحزاب التي لا شأن لها في المصلحة العامة أكثر من أقرب الأحزاب، أحزاب الأغلبية الحكومية أم المعارضة؟
ما عندنا مشكل بالنسبه للشان المحلي ان نتحالف مع اي كان سواء المعارضه او اغلبيه، لان الحزب الحمد لله وعندنا صداقه مع جميع الاحزاب فيما طيب. يتعلق حزب الاستقلال. كلمه اخيره توجهها للمواطنين باسم حزب الاستقلال. انا فيما يتعلق الكلمه ديالي كنوجهها كل لقاء ديالي مع الناخبين، وهو كنقول لهم الان احنا في واحد المرحله اللي هي كنعتقد كيخصنا نقطعوا مع الماضي، كيخصنا نعطيو صوره حقيقيه في هذا المشهد السياسي وهذه الانتخابات، وكنقول للناخب عليك بالله وهل ان تبيع الصوت ديالك لمده 10 ايام ومن بعد غتعطي الصوت ديالك لمده 6 سنوات ومن بعد لا ينفع الندم. فالان كاين واحد الفكره، كاين واحد النضج، واحد النضج كبير اللي هو ما كانش قبل في عند الناخب. الان ولو ان هناك استعمال الاموال اعتقد ان هذه تكون 100%، هاد الناس يمكن ياخذوا هذه الاموال ولكن سيصوتون ضد هذا مستعملي الاموال، وهذا ما نسمعه في الساحه. وكذلك كنوجه للفائزين انه ترشيد سواء كانوا في المعارضه او في الاغلبيه ان يكونوا في الميزانيه ترشيد النفقات. طيب هذا حديث اخر سنناقشه ان شاء الله بعد الانتخابات في اطار النتائج التي ستفرزها الصناديق الاقتراع. شكرا لك سي عبد السلام 40 على تلبيه دعوه برنامج المغرب ينتخب. شكرا لكم مشاهدينا على متابعه هذه الحلقه من برنامجكم المغرب ينتخب. الى اللقاء في الحلقه القادمه مع ضيف اخر وحزب سياسي اخر ان شاء الله.